التوريست الواحد ثم ناس مرضى ثم ناس مرضى على التوريست. تو انت حسب رايك مثلا كان مش يسكر هي لعبت مش تكثر في الشارع على الاقل هني تلقى يعني قهوه يعني متركه. وعليش مجيش شهر رمضان شهر ربيع بيجي تتحل فيها خاوي نورمال تحل قهوه عادي شو. وعليش اللي يصيم تاعنا صايم والفطر يمشي على قهوه لا راه احنا مع اوتد خاطر معناها تونس فيها المسيحي وفيها اليهودي وعندنا توريست يجي ومعناها يدخلوا لداخل نجم يشربوا قهوه ومعناها فما حتى مشكل يحب يفطر فما عباد مرضى تجي تفطر ما مش معناها كعباد تجي تفطر رمضان بالذمه رمضان انا بوغ يحلوا العباد الفاطره دونك سورتو تونس مخلطين فماش كان توانسه كان فماش كان مسلمين فما ان بو دو تو فما عباد مرضى كل شيء انا ضد منهم يحلوا خاطر ما عادش الدولة الإسلامية نحن ما نجيش معناها باش يتحلوا المقاهي. قولنا دولة إسلامية واش علينا في دولة إسلامية وكذا؟ لازم واحد يحترم غيره. إذا كان أنا صايم وداخل فاتح زاد ما نكونش لعن الفطور نتاعي. ما تحبش تقول أنت يتكيف باش يعمل سيجار وباش يعمل قهوة وكذا واحد كانوا يخدم عنده بيروه سكر على بيروه ويعمل القهوة نتاعه وكانوا بطال وكذا يشد دارهم ويعمل شي. أنا أخويا ضد مع واحد باش يحل قهوة ولا مطعم في رمضان. واضح ظاهر العملية علاش خاطرنا في دولة إسلامية ناس تصلي ناس تخاف ربي ما يجيش واحد صايم فينا كيفيه وقهوة ودخان وواحد ما يجيش حرام ضدهم وعلاش؟ حبوا مشاعر في النهار يحلوا لا ما كنت تقول لي عليه ها؟ علاش؟ طبعا ضد كنت تقول لي عليه علاش ضد هكا؟ علاش خاطر ما تجيش؟ ما تجيش دولة إسلامية وحالين مقهى ومطاعم في رمضان.